انا اشرف جمعه سيد علي خضر العنكيلي من الجزيره الشعرة. انا مواليد 70 يا ابله. انا ماشي دلوقتي في قربت اقول 50 يعني. دلوقتي يا ابله احنا شغالين بنلم الزباله ونحملها وفي نفس الوقت ولا مسلمينا جوندات ولا مسلمينا اي حاجه في الفول. احنا دلوقتي شغالين ادينا 3 سنين بالنسبه لهنا، وقبل كده كنا اشتغلنا سنتين في بدايه جمعيه بدايه برضه ومشونا، ولما المقاول اللي كان واخدها برضه فلس وخلينا نمشينا. وبعد كده الاستاذ رمضان جمعنا تاني وبتاع وقال لك هنرجع تاني زي المشروع كده. واحنا دلوقتي بنقبض يا ابله من ايه؟ من التحصيل من بتاع البيوت. طب احنا دلوقتي هنعمل ايه يا ابله؟ ما احنا اللي بيقعد يوم بيتصلب عليه وبيشطب، طب احنا هنعمل ايه؟ وبعدين دلوقتي ولا حول ولا قوه، وكلنا عندنا عيال وربنا يسترها، هنعمل ايه بس؟ واحنا شغالين بالاجر اليوم، من جيت يوم بيتحس، لو ما جيتش يوم بيتصلب عليه ما بيمشيش. انا عندي ست، ما انت عندي 5 اولاد، ثلاث بنات وبص بيهم. هو احنا طالبنا قال لك هنجيب لك جوندات وكماميات، ولا حد جايب ولا حد عامل. انا بقول النهارده بكره النهارده بكره، وربنا هو اللي بيسترها بقى، هنعمل ايه يا الله.